الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. المرض الذي معي مدى الحياة وأخذ عليه أبرا لمدى الحياة كل أسبوعين إبرة، وأنا أرى نفسي إنسان معافى لا أشكي من أي ألم وأستطيع الصيام ولا أحس بأي أذى، فهل لي في هذه الحالة الصوم 40 يوما؟ الجواب: إذا كان هذا المرض الذي تشعرين أو تشعر به أيها السائل أو السائلة لا يؤثر في صومك، فالواجب عليك أن تصوم ولا يكون من جملة الأمراض التي تسوغ لك الفطر، لأن الأمراض التي تسوغ للإنسان أن يفطر هي تلك الأمراض التي يعني يشق معها الصيام مشقة يعني كبيرة، أو يزيدها الصيام ألما أو يؤخرها برئا. وأما الأمراض التي لا تعلق لها بالصيام فسواء صام الإنسان أو لم يصم لم يزدد هذا المرض ولم ينقص، فإنه ليس من الأمراض المتعلقة بالامتناع عن الصوم، فيجب عليك أو عليك في هذه الحالة أن تقضي 40 يوما التي أفطرتيها شهرا كاملا في السنة الماضية وعشرة أيام من السنة التي قبلها، يجب عليك أن تبادر مباشرة بالقضاء، لأن القضاء مبناه على الفورية، يعني يجب على الإنسان أن يبادر بالقضاء قبل حلول رمضان الثاني، قبل حلول رمضان الثاني، والله أعلم.